يا أخي، شو قصة عمرو دياب؟ عمرو دياب شو قصته؟ صاير طلع لي كم من سلافة هيك على الفيسبوك والضجة وطعة وقايمة، وبقول لك أبصر إيش بدي أعمل حفلة كأنه، والتذاكر غالية إيش نار. بقول لك التذكرة قال من 80 ل 300 دينار أردني. إذا ما شو بتفكرت؟ وظل في شيء رخيص. بعدين عمرو دياب تغير، يعني بطل زي عمرو دياب تعول أبو ال5 ليرات لما كان يجي على جرش والشباك وينط. تغير عمرو دياب، صار شيء ثاني، وصوته حلو وكويس. 300 ليرة عاد بدك تدفع 300 ليرة وتروح تحضر، أنت حر. بدك ايش تدفع وما تروحش، وهذا كمان أنت حر، ما حدا بيجبرك. صحيح بتقول لي ما هو يا زلمة مش معقول، يعني مش معقول، يعني تذكرة عمرو دياب 300 دينار بجوز راتب شهر في واحد بالأردن عايش بتلاقي بأخذ 300 ليرة. بقول لك يعني راتب شهر لبني آدم. طيب زيدوا الرواتب يا أخي. هاي فرصة تزيد الراتب أنت، مشان تقول يا عمي والله رواتبنا أكثر من تذاكر، قيمة الراتب يعني الشهري أكثر من تذكرة لعمرو دياب. عادي ترى، لمعلوماتك يعني أني راتبي هون ببريطانيا ما بكفيش شهريا، ما بكفيش أجار غرفة ببعض الفنادق اللي موجودة بريطانيا. قولك إيه يا عمي هذا أجار الفندق أكثر من راتب شهر واحد بيشتغل بريطانيا، ما بصير الشيء. الدنيا مش زي ما أنت بتفكر يا بعد قلبي، الدنيا مش زي ما أنت تفكر. ابو احمد هيو جايب عشان ما نقطع الجبنه وحبه مقدوس، اظهني ها بسم الله، ورغيفين خبز صغار كيفات لايقات من اللي بحبهن قلبك. هذا الفطور، هذا الفطور هذا لايق، والحمد لله عندي احسن من 1,000,000 ليره. في ناس ما بمشي معه هذا الحكي، او بجوز بحبهن بس مستعد يروح على مطعم او على فندق او على اي شيء ثاني يدفع نفس حبه المقدوس اللي انا باكلها وفصم الجبنه يدفع له 1,000 ليره. عادي، الناس مش زي بعض، ناس معاها مصاري ومش عارفه وين بدها تروح فيها، وناس ما محاش مصاري ومش عارف منين تجيبها. الزلمة عامل حفلة ب 300 ليرة. طيب انت اللي ما معكيش 300 ليرة ليش بدك تروح؟ ما بتلزمكيش، اقعد واسمع شو اسمه ابو احمد. انا بدي اعمل حلقة القي فيها شعر، بدي احط 300 ليرة على المشاهد الحاضر بس معها اوفرات، يعني معها امتيازات، بعمل له كاسة شاي هون عندي وبقعد وبسمع شعر لمدة 10 دقائق بس بكفي، لأنه أنا يعني بكون عندي جلسات ثانية. وادفع لك، أقول لك بديش 300 ليرة، 300 ليرة كثير. ادفع 100 ليرة، 100 دينار أردني، 100 باوند، 5 دقائق اللي بحضر عندي هون، أو 10 دقائق اللي بحضر هون مباشر، و50 اللي بحضرها مباشر على السوشيال ميديا، على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. هذا بدفع 50، والله بزنقر ويصير معي مصاري كثير. الدنيا اختلفت يا حج، اللي بدي اقول لك اياه الدنيا اختلفت. وانت في اشياء معينه ممكن تشوف وانت تقول انها بنظرك تافهه، ممكن يعني. طيب يا ماشي ماشي، خليني اجي بدي امشي معك واحد واحد، بدي امشي معك واحد واحد. هسه انت بتعرف، معك خبر انه في لوحات سيارة، لوحات سيارة بتباع، لوحة مثلا رقم 77 او 50 او اشي زي هيك، بتنباع بنص مليون دينار اردني. ما بقدر اني اوافقك او اخالفك، يعني ما بقدر اقول لك انها قلة عقل او مش قلة عقل، ما بقدر، لانه اني بجوز اساوي شغلات عشان اكون من باب الانصاف، بجوز عند غيري بشوفها قلة عقل، وغيري واحد ثاني بشوفها هي قمة يعني الروعة والعقال. يعني مثلا بريق الشاي، ها
على النار هاي. في ناس تطلع عليه بتقول يا بوي بحلها القعده بتجنن، لانه ايش هذا مزاجه. وفي ناس بجوز يقول لك والله لو تحط لي مليون ليره ما بقعد على التراب زي ما هو قاعد ابو احمد. شال السوالف هاي اللي بيسويها، شو هذا اللي يعني يعني بيقرف من حاله مثلا. فاللي بتحبه انت مش كل الناس بتحبه، واللي انت بتعتبره غالي مش كل الناس تعتبره غالي، واللي انت بتعتبره مفيد مش كل الناس تعتبره مفيد. يعني في شغلات بتحزن بصراحة، وشغلات بتضحك. شغلات بتحزن انه فعلا بكون راتب موظف من اللي بتعب وبشقوا زي حالاتي ما بجيبش حق تذكرة او حق ليلة نومة ليلة بغرفة فندق ولا دخلة على مطعم. وبنفس الوقت انه في شغلات بالنسبة لك انت بتشوفها انه ما بتستاهل، وانه اسعارها زي النار، بس الناس هم اللي بيعملوا الشغلات هاي. بدك تروح على حفلة عمرو دياب، روح. عمرو دياب كويس كمطرب يعني، ما مليح، انا بحبه، بس معك مصاري وبدك تروح تحضر انت حر، روح. معكيش مصاري اقعد تحسر، خلاص اسمع شريط بطل فيه أشرطة هذول، اسمع لك شو اسمه، دبر حالك يا زلمة، خلاص انا بدي افطر.